الله، السلام عليكم. جسمك دائما مكسر وتحس نفسك ذبلان، وعبالك مسوي لك شغل، عبالك مشتغل عماله وانت ما طالع من البيت. هذا الورد راح اعلمك عليه باذن الله تعالى، راح تشوف فرق كلش قوي. يا قوي، هذا الورد عدده 116 مره، لا تزيد ولا تنقص، واهم شيء تهدي ثواب العمل لسيدتي فاطمه الزهراء. راح تشوف قوه تصير بالبدن مالتك مو طبيعيه، تقدر تسويها نيابه عن ابوك، نيابة عن أمك، نيابة عن زوجتك، أي مريض عندك تقدر تسوي نيابة عنه، إذا ما يقدر بهالكمية العدد يكملها. وأهم شيء لا تنسوا الوالدين. خلاص دعاكم، السلام عليكم ورحمة الله.